إنجاز ما بعده إنجاز لمنتخب اليد الجميل اللي أسعدنا وأسعد كل الجماهير المصرية. بجد أمتعونا وشرفونا في المحفل الدولي، وهو المحفل الأولمبي، هو أعلى محفل أو أعلى مستوى رياضي في العالم ممكن اللعيب يلعب فيه. كابتن علي زين، لازم نرجع لك بقى ونقول لك أكيد وأنت في طوكيو أكيد بداياتك، نرجع زمان قوي، رحت كرة اليد إزاي؟ أنا طول عمري أصلا في النادي الأهلي، من أنا والدي كان شغال في النادي الأهلي، مشترك لعيب كبير في النادي الأهلي على القوة، مشترك في النادي الأهلي. تمام. فأنا من يعني من ساعة ما اتولدت في النادي الأهلي. تمام. لعبت كل الألعاب، لعبت سباحة، لعبت كاراتيه، لعبت كل حاجة. تعرف تعوم كويس؟ جدا. زي الهاندبول ولا؟ سمكة قرش. بس بدأت هاندبول وأنا عندي 6 سنين. رحت يوم بس في المدارس، تاني يوم رحت فريق على طول. ايه اللي وداك الهاندبول؟ يعني عايزين انا بابايا كان معديين من جنب ملعب الهاندبول، كان في مدارس كتيره ومش عارف ايه، مدارس كانت في ملعب الحمره زمان لو تفتكروا. طبعا. بس فمشينا رحنا عند كابتن سيد امين، كان والدي يعرف كابتن سيد امين، ربنا يديله الصحه طبعا، وشافني وبابا قال خش جرب، ودخلت جربت من اول يوم. كان زمان قوي، كانت ملعب الحمره لو تفتكر كان في مربعات كده على الحيطه. ايوه. واللعيبه تاخد الكره تحاول تشوط الكره جوه المربع. بس كابتن سيد امين من يعني عملتها مثلا 3 4 مرات. كابتن سيد امين تاني يوم كان في فريق على طول، فريق على طول، حتى انا دخلت فريق 88 اللي هو الاكبر مني قبل ما فريق 90 يتعمل. واستمريت بقى حياتي من هناك. هو السؤال المهم ليك، هو لما انت بدات في الهاندبول كنت عارف النقطة الأخيرة اللي ممكن توصلها أو توصل لأبعد نقطة، ولا كنتش لسه العالم الخارجي بالنسبة لك موجود؟ لا، في الأول ما كنتش عارف، إحنا كنا صغيرين فالواحد مش عارف يعني إيه اللي هيحصل وكده. واحد بيلعب حاجة هو بيحبها ومستمتع بيها وبيفكر فيها، بس هو بيلعب لكن ما يفكرش إيه اللي ممكن يحصل وموضوع عقود وفريق أول والكلام ده. لا، كنت صغير ما يعني حتى انا ما كنت مثلا اقعد اتفرج على التلفزيون اشوف الماتشات، وساعتها يعني كان عندنا جيل الذهبي، جيل حضرتك انت ربنا يخليك. كنت بتفرج، كنت ببقى مستمتع جدا ونفسي اعمل كده، بس عارف اللي لسه شويه، لان كنت لسه صغير قوي. وبعد كده واحده واحده بقى جت واحده واحده، لحد ما وديت اول مره مع النادي الاهلي. اول عقد ليا كان 2009، اول عقد ليا مع النادي الاهلي. من ساعتها بقى بدات افهم الموضوع ازاي ممكن نمشي وازاي اوصل لحاجه تانية بعيده والكلام ده كله.